فضيلة الشيخ، تقول السائلة: امرأة عادتها الشهرية 6 أيام منذ بلوغها، ولكنها قبل شهرين امتدت معها الدورة 12 يوما، ثم حصل لها حمل ولم يكتب الله إتمامه فأسقط، وهي الآن حائض وتجاوزت فترتها المعتادة وهي 6 أيام ولم ترى الطهر بعد، وما زال معها سائل يشبه زلال البيض وهو أحمر اللون، فهل ما تزال حائضا أم أنها طهرت؟ وهل للحيض مدة محدودة ولو طالت معها ولو طال معها هذا الأمر؟ فمتى تعرف انتهاء حيضتها؟ الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. فالمرأة ما تغتسل وتصلي حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم نهائيا ولا يبقى شيء، لا حمرة ولا صفرة ولا كدرة ولا يبقى شيء، حتى ترى النقاء التام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. أما ما دام ينزل عليها شيء ولو يسير فإنها لا تزال حائضا إلا أن يتجاوز 15 يوم. فإذا تجاوز 15 يوم ولم ينقطع فإنها تغتسل وتصلي وتعتبر ما زاد عن 15 تعتبره دم فساد ونزيف. نعم.